لو الحكايه فيها ان فيجو بقى وانت صغير وبقيت ايه انت كبير؟ ما كنتش بحلم وانا صغير، بس انا لما طلعت لما كبرت يعني الحمد لله اكتشفت ان انا خلصت مهندس معماري. برضو ان شاء الله خير يعني. معماري بتختلف كتير عن اي حاجه تانية يعني. انا صغير كان في كذا حلم، هو بين طب وبعد كده صيدله، وفي الاخر استقريت ان انا في مستقبلين ابقى مهندس. مهندس ايه؟ مساحه. انا اصلا لسه في اعدادي، بس كتخطيط فمدى ان شاء الله. انت شايف كويس انها مستقبلها كويس؟ اكيد طبعا. ما انا كنت الاول انا صرت بحلم ابقى ضابط شرطه زي الشباب، لكن دلوقتي هو بقيت مهندس مساحه، فيعني نصيب والحمد لله. انا مبسوط برضو. تقدر تقول كده كنت حابه ان انا ادخل اعلام، مجال الاعلام عموما، ودخلت الحمد لله، وحابه دلوقتي ان انا اكون مذيع بروتو. وانا بصراحه ما كانش ليا حلم معين، بس انا لما كبرت دخلت اعلام، وحاليا نفسي اشتغل في المجال بتاع الاعلام، واكون يعني ابقى منفذه تصميم اعلانات. كان نفسي وانا صغيره كنت ابقى مهندسه معماريه، بس حصلش نصيب يعني، وبعد كده رحت دخلت تجاره القاهره. انا كان نفسي اصلا اطلع باشمهندس مش عارف، بس فربنا ما كرمنيش وشغال في صيدليه دلوقتي. انا مساعد صيدلي وكل حاجه، بس بدرس هندسه جوده، بس برضه مش التخصص اللي انا عايزه. وانا بحلم وانا صغيره كنت ابقى دكتوره، طبعا زي حلم اي طفل. ما كبرت بقيت فنون جميله وجرافيك ان شاء الله. الجرافيك ده فيك.